احنا عودنا المشاهدين انه نبدا كل اسبوع نطل عليهم بحزمه فرح، وش عندنا من حزمه افرح للوطن؟ والله المشكله الحزمه بديناها بعشر اخبار، صارت تطورت الى 100 خبر. صحيح. فحنا حناخذ يعني من النماذج من هنا ومن هنا. ايه؟ قمه مجلس التعاون وكلمه الوالد الملك سلمان كانت الحقيقه منشطات للخير والبركه وانتظار المستقبل الجميل. ايضا جولات سمو ولي العهد، افتتاحه في الشرقية مركز أو مدينة الطاقة، هذا أيضا خبر جميل. من الأخبار الأخرى أخبار المطر والخير، أيضا فوز الأديبة القديرة ابنة والدنا وشيخنا عبد الله بن خميس الله يرحمه ميم الخميس في جائزة نجيب محفوظ، وهذه البنت أنا أقرأ لها من زمان ما شاء الله، لها كتاب والضلع حين استوى، تعرف أنه في الأثر أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، هي كتبت كتاب والضلع حين استوى. مجموعة أيضا كانت مباراة الهلال والنصر من بوادر الفرح، الحقيقة استمتع العالم كله في 90 دقيقة من من الدقائق التي تعد من دقائق هذا العام. جميل. ترى أذكر تكلمنا بالأسبوع الماضي وقلت إن اللي يفوز بيصير البطل. نعم الآن تعادل البطل. طيب. يعني نتعادل. أيضا اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية. العربية أيضا، هذا أنت لما تكون مدينة زي الأحساء تختار على مستوى الوطن العربي، هذه أنا أعتقد حزمة فرح جيدة جدا. أيضا تجمع، أكبر تجمع إسلامي الآن في مكة يعقد أثناء الحلقة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، مستشار الملك الأمير خالد الفيصل ألقى كلمة ضافية عن طبيعة الاجتماع وأيضا عن الأمل المتوقع بعد القمة هذه، وهي للأمانة تجمع. وشفت نشطاء السوشيال ميديا كيف سووا حوارات مع هذا وهذا وهذا. أيضا وهو الأخير، هذا كله في تنظيم من رابطة العالم الإسلامي التي يعني قريبنا منها بالتواصل وبالدعم. جميل جدا.